قامت الجزائر يوم أمس بحفل افتتاح الشان، وكان حفلا عالميا بكل ما تحمله الكلمة من معنى. لكن أثناء عرض هذا الحفل ظهرت فتاة راقصة شقراء أثارت انتباه كل الموجودين. فمن هي هذه الفتاة وهل هي جزائرية؟ إخواني في الله، أحتاج 10 ثواني فقط من وقتك. صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صليت؟ جيد، والآن قم بالاستغفار 10 مرات. الآن قد فزت بثواب. بسم الله لنبدأ الفيديو. اسمها الحقيقي فلافي ليفيك، وهي راقصة أصلها الحقيقي من فرنسا وعمرها الحقيقي هو 27 سنة، حيث أن حسابها في ليلة واحدة انتقل من 1000 متابع إلى 31 ألف، وهو في ارتفاع مستمر. انتقلت إلى باريس في سن 18، حيث بدأت التدريب في معهد التدريب الاحترافي في ريك أودومز، حيث حصلت على UAT في موسيقى الجاز والكلاسيكية بعد 2 فقط من التدريب. في الوقت نفسه ظهرت في مقاطع فيديو وفيلم بوليود وقدمت بعض البرامج التلفزيونية. أبواب الجزائر حاضرة في ملعب نيلسون مانديلا. ومن أبواب الجزائر تزينت باحت غناء الفنانين العالميين الذين افتتحوا الحفل الذي أبهر الملايين. ويتعلق الأمر بكل من باب الواد، باب البحر، باب سيدي رمضان، باب جديد، باب الجزيرة، وباب عزون. لا أريد إعجاب ولا اشتراك، أريد منك فقط أن تصلي على خير الأنام حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. نريد أن نجمع أكبر عدد من التعليقات للصلاة على خير الأنام حبيبنا محمد. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعنا لنستمر بتقديم المزيد إن شاء الله. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعنا لنستمر بتقديم المزيد إن شاء الله.